هذه وقفة من بين 40 وقفة خرجت في بريطانيا في عموم البلاد رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وللجرائم، جرائم الإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين. هؤلاء من الأطباء والصحفيين خرجوا من مستشفى سانت توماس في العاصمة لندن ومتوجهين إلى مقر الحكومة البريطانية، يحملون أكفان غير حقيقية لأطفال في تعبير عن ما تشهده الطفولة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة من عدوان إسرائيلي وجرائم إبادة، بالإضافة إلى استشهاد مئات الصحفيين منذ 7 أكتوبر بفعل آلة الحرب الإسرائيلية. هذه الوقفة سوف تلتحم مع وقفات أخرى مماثلة خرجت من أماكن متعددة في العاصمة لندن، وسوف تتوجه إلى مقر الحكومة البريطانية، وهناك سوف تكون كلمات من بعض الشخصيات العامة في بريطانيا لتحميل الحكومة البريطانية مسؤولية استمرار جرائم القتل والإبادة في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.